أهلا بكم. قالت لجنة النفط والطاقة النيابية إن شركة كوثران الإيرانية التي تستحوذ على عدد من المشاريع الاستثمارية في البصرة متورطة بملفات فساد مالي وإداري. وأضافت اللجنة أن مدير الشركة أسعد السامر غرر بالشباب العاطلين في البصرة ووظفهم فيما تعرف بالجيوش الإلكترونية الممولة، لكن أغلب هؤلاء الشباب هربوا خارج العراق بعد انكشاف أمرهم. وطالبت لجنة النفط والطاقة بملاحقة المدعو أسعد السامر وشركاته. قال مجلس محافظة بغداد إن إجراءات وزارة التخطيط عطلت إنجاز المشاريع الخدمية في بعض أطراف بغداد. وأضاف المجلس أن هناك كتبا رسمية مسلمة لوزارة التخطيط من الجهات المنفذة للمشاريع، لكن الوزارة لم تكتفي بذلك بل طالبت بصحة الصدور لتلك الكتب الرسمية. وطالب مجلس محافظة بغداد وزير التخطيط بتخفيف الروتين والابتعاد عن الإجراءات المعقدة. أعلنت الجمارك في العراق عن إعادة شحنة فاكهة تالفة إلى الأردن كانت قد أدخلت من معبر طريبيل الحدودي. وكان جمرك طريبيل الحدودي أعاد يوم السبت الماضي شاحنتين محملتين بفاكهة الليمون التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري. كشفت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية عن ملفات فساد بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات الأخرى. وطالبت اللجنة بالتحقيق في شبهات فساد متعلقة بعقود لشراء الأجهزة الطبية في بغداد والمحافظات والتحقيق بأوليات هذه العقود وتدقيقها. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق إرسال 21 ملف فساد إلى هيئة النزاهة تتعلق بفساد مالي وإداري وهدر للمال العام، فضلا عن ملفات تتعلق بالأدوية السرطانية. أعلنت دائرة صحة ديالى عن إغلاق عدد من الصيدليات في قضاء بعقوبة لمخالفتها الضوابط والتعليمات الصحية. وذكرت الدائرة أن قسم التفتيش والشكاوى التابع لدائرة صحة ديالى أغلق عددا من الصيدليات المخالفة للضوابط والتعليمات الصحية في بعقوبة بعد جولة تفتيشية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.